السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام ومتابعين قناة مايكروكود على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم فيه لو أنت حضرتك موظف في شركة أو صاحب بيزنس معين، وطلب من حضرتك إن أنت تعمل فولدر لكل موظف في الشركة على حدة، أو لكل عميل على حدة. تخيل لو عند حضرتك مثلا 300 500 ألف موظف أو عميل، طبيعي ان حضرتك كنت هتيجي كده تعمل كليك يمين، بعدين هتعمل نيو فولدر وهتكتب اسم الفولدر مثلا، اسم العميل، وهكذا، وهتفضل في الموظف التاني او العميل التاني وهكذا. فهل من الطبيعي حضرتك هتكريت 1000 فولدر علشان تسكن او تخزن فيه كل فولدر لكل واحد حاجته جواه؟ طبعا لا، الموضوع مرهق جدا. طيب انا جايب لكم الحل، والحل سهل جدا وبسيط. دلوقتي انا عندي كل الاسماء موجودة في الشيت الاكسل بالمنظر ده زي ما حضرتك شايفين. طيب دلوقتي احنا محتاجين ان كل واحد من ده يبقى له فولدر عندي في نفس المكان اللي انا مسيب فيه الشيت الاكسل ده. الكلام ده هنعمله من خلال باتشاية. باتشاية دي هنعملها ازاي؟ هكون خطواتها كالتالي. اول حاجة هاجي في الخلية اللي جنب الاسم دي وهعمل ام دي، بعدين سبيس، بعدين هفتح دبل كوتيشن اللي هي كنترول وحرف الطا، اسف، شيفت وحرف الطا، وبعد كده هاجي هاخد الاسم ده كوبي وهاجي هنا احطه، وبعدين هقفل الدبل كوتيشن وهضغط انتر. طب الكلام ده محتاجين نطبقه على باقي الاسماء الموجوده عندنا. لو جينا احنا هنا وقفنا على الخليه دي وعملنا كنترول اي، كل الخليات الاسفل منها اصبحت خدت نفس الفورمات ونفس الشكل المتكريته بيه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي ناخد الاسماء دي كلها كوبي، كنترول سي، هنروح على الفولدر اللي احنا عليه وهنضغط كليك يمين وهنعمل تكست دوكيمنت وهنسميه مثلا كاستمرز، انتر، هيفتح معانا از اتكست. هنحط الاسماء اللي معانا كنترول في هنا كده بالمنظر ده، جت معانا بنفس الفورمات اللي هو الام دي، مسافه، بعدين دبل كوتيشن الاسم، وبعدين دبل كوتيشن في الاخر كده. تمام الى الان تمام. هنيجي على فايل وهنعمل حاجه اسمها سيف از في نفس المكان اللي احنا فيه، وهنسجل فيه، هنعمل سيف للملف ده الموجود، بس مش هنعمل له سيف بالدوت تكست، لا، هنمسح دوت تكست وهنغير الاكستنشن او المسار بتاعه او النوع بتاعه، وهنخليه بات، بي اي تي، اختصار لكلمه باتش، سيف، وهنقفل الملف ده. بالفعل الباتشات اتكريتت معانا هنا، هي موجوده زي ما احنا شايفين. الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه اسهل مما تتخيل، دبل كليك عليها بالفعل عمل كرييشن لكل الفولدرات الموجوده عند حضرتك. شايف كل الاسماء الموجوده عندنا هنا في شيت الاكسل، كل واحد من دول اصبح ليه فولدر منفصل لوحده، ونقدر ندخل جوه الفولدر نتعامل، نحط ملف الاكسل، نحط وورد، نحط بعض الصور، نعمل سكان لبعض الملفات نحطها بداخلها. الكلام ده اسهل منه مفيش جدا. لو حضرتك تخيل عندك 1000 موظف، 1500 500، حتى لو 100 موظف او 100 عميل، الموضوع مرهق جدا عشان حضرتك تقدر تعمل ملفات بالحجم ده والسرعة دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون حاجة مفيدة. هو فيديو صغير لكن ان شاء الله اهميته كبيرة جدا، وهتوفر كبير وتوفر وقت كبير جدا لاي موظف محتاج ان هو يعمل مجموعة ملفات للعملاء او للموظفين الخاصين بالشركة ليه، او لو حتى انت كنت صاحب بيزنس معين وعندك شيت اكسل فيه اسماء الموظفين فيه اسماء العملاء، هتقدر تكريت لكل واحد ملف ويبقى فيه الداتا الخاصة بيه. يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا جدا لمتابعتكم معانا، متنسوش اللايك والكومنت والشير، والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامه.